لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الكرام، كديرين بخير؟ الصحة لاباس؟ كلشي مزيان؟ اليوم طلعت عند الطويرات ديالي كيفاش كتشاهدوا إن شاء الله، وغادي نقي لهم المسائل ديالهم وغادي نوريكم الروينة اللي دايرين ليا فهاد الجديد هذا. راه قلت لكم غادي نسبقوا نقادوا مسالي تمساعدتني في الظروف باش نصوبوا، وإن شاء الله في مراحل اللي غنبغي نصوبوا اللي غنشارك معكم كلشي إن شاء الله في مراحل. بالنسبة لذاك الطوير اللي درت ليه فيديو ودرت ليه البولة وكان مريض، ها هو الحمد لله راه ولا بخير وعلى خير. ها هو الحمد لله راه تجاوز مرحلة الخطر، حيدت ليه البولة، خرجته من ديك المرحلة اللي كان فيها. كيما شفتوا معنا تبارك الله راه بخير، كياكل كيشرب مرتاح، مبقاش محتاج البولة ولا الدواء ولا شي حاجة، الحمد لله اللهم لله الحمد والشكر. واللي ما شافش الفيديو راه غنخلي لكم الرابط ديالو ان شاء الله في صندوق الوصف، باش الا طاح شي مشكل بحال هذا الشكل هذا يمكن ليه يعالج الطير ديالو بلا ما يتكرفس. اللهم بارك. خليكم معنا، انا غادي نقلب الكاميرا ونوريكم ان شاء الله الروينه اللي داير ليا الطيور هذا. هاد الدوله هادي راه صعيبه شي شويه، خص الواحد يتحملها بحلوها ومريحها. يلا خليكم معنا ان شاء الله في مراحل، انا غادي نقلب الكاميرا ونوريكم شنو داير ليا الطويره هذا. بسم الله على بركه الله متابعين الكرام، ها انتم الاخوان شوفوا شحال ديال القشور ديال الزوال، شحال ديال القشور ديال الزوان هنايا ملي كنبغي نقي ليهم الزوان كنلوع القشور هنايا. شوفوا 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 شوفوا، بالنسبه للبداله راه تقريبا باقي شي شويه ما كملوش ليا البداله شي وحدين، وشوفوا الريش فين كيوصل فين دخل عندي تما كاين. المهم راه اش نقول لكم، هذا الشيء اللي قسم الله سبحانه وتعالى. اليوم ان شاء الله غادي نحيد هذا الشيء هذا. وبالنسبه للطويرات ديالي ها هما جميع هاد وليدات هنايا، جوج ديال الكالوبسات ها هما هنايا، الوليدات الاخرين ها هما ديال الانتاج ديال السنه الماضيه اللهم بارك، ها هما هنايا باقيين شي وحدين كاع ما خرجوا من البداله الله يبارك. واحد الطوير ها هو تبارك الله الله يبارك، كنت وريتو لكم كان صغير، هو هو كانوا جوج ديال الوليدات الله يبارك، ها واحد هنايا وها واحد هو هذا هو هنا هو تبارك الله، راه حتى هو بحالو كيشبه ليه زواول، وباهم هو هذا سبحان الله العظيم كما شاهدتو، ها هو كرغلي كرغلي مطربش، ومو هي هذه، وعطوني هاد الوليدات تبارك الله هكا زوينين، داكشي علاش ما بغيتش نحيدهم نفكهم، تيعطيو وليدات زوينين الله يبارك. وهذا واحد الذكير ديال المارين والله يسخر، هو يلا عزلتو في القفص حيت كنت دايرو مع الاخرين كانوا تيضربوه، وراه بقى فيه واحد شويه ديال هذا كيلو وسخ لي في جني وحاتو، ولكن راه الطوير تبارك الله نقي ما عنده حتى شي باس بخير وعلى خير. بالنسبه للموقنين اللي قلت لكم راه كان مريض، ها هو نوريه لكم بالضبط تبارك الله ما شاء الله، ها هو يلاه خرج من ديك المرحله ديال الخطر والحمد لله دابا راه بخير. عطيتو التراب ديال النمل، ها هو جبت ليه التراب ديال النمل حطيتو ليه هنايا راه ولا كياكلو، وعالجته الحمد لله بالكرويه وبالحلبه، المهم عالجته طبيعيا ما درش ليه الدوايات ولا شي حاجه الحمد لله، ها هو كياكل كما شاهدتو. اللي ما تفرجش فيه راه نحط لكم صندوق داك الرابط ديالو في صندوق الوصف باش تفرجوا فيه، باش الى طاح شي واحد شي مشكل يعرف كيفاش يتجاوز هاد كيفاش يعالج الطير ديالو باش ما يضيعش من بين يديه اللهم بارك. وان شاء الله واحد الصندوقه ها هي جتها، غادي ان شاء الله نصاوب شي قفيزات باش يبداو يفرخوا ليا البيروج. بالنسبه للبيروج ها هما الوليدات تا هما تبارك الله ديال السنه الماضيه اللهم بارك. انا غادي نجبد لكم، خليكم معنا نجبد لكم واحد الطوير عزيز عليا كيخرج عندي مدرسي، ها كاينين بزاف لي مدرسين هنا ولكن الاكثريه هذا هو، هذا راه كيخرج عندي كيلعب معايا كلشي،
الباب راه محلول، خفتي يزهق ليا ولا شي حاجه. خليكم معنا. بسم الله، انا سديت الباب باش ما يمشيش ربما يخرج يتلف ليا ولا شي حاجه. زيد اجي ماكس، زيد ماكس، زيد زيد طلع. بسم الله اللهم بارك. ها هو الله يسخر. هذا راه تبارك الله طوير زويون، الله يسخر. راه كنطلقو كيجي عندي ما كيتفارقش معايا، دريساج ممتاز، يغرد ليا فوق يدي اللهم بارك. وبالنسبه للوالدين ديالو، بالنسبه للوالدين ديالو هو هذا، هذا هو باه، امها هي راه مبيضه الله يبارك. انا نوريها لكم. بسم الله، ها هي غتخرج، لاحظوا معنا ها هي قرقه، شوفوا كي راه غتقدر تكون فرخات، ما بغيتش نبرز هي رجعات بالزربه، خليها الله يستر. راه يلا طلقتهم دابا باش بداو ان شاء الله تيفرخوا، بداو تيبيضوا ليا الله يبارك. ها هو ماكس، ماكس ماكس، سلم ليا المشاهدين، سلم عليهم ان شاء الله. غنبدا ندير لكم فيديوهات على هذا ماكس، هذا تبارك الله راه زويون. اج ماكس، شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله، الله يبارك. ها هو كيغرد ليا في يديا اللهم بارك. بالنسبه لهاد الجوج هادي راه فرخت بها في هاد القفيز هذا العام اللي فات، انا يلاه درتهم دابا ان شاء الله، حطيت لهم العش ان شاء الله، راه خرجوا من البداله مصفين جاهزين بخير. الذكر كيتكلم مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم، نحط لهم العش باش يحاولوا ان شاء الله يجمعوا العش ويقادوا الامور ان شاء الله، الله يسخر. وتبارك الله راه وليداتهم زوينين اللهم يسر. ها هو شوف تبارك الله، كي هذا راه عطاوني، هذا راه ذكير، والاخر حتى هو ذكير، عطاوني جوج وليدات راه ذكير، بجوج ذكوره. ولو بغيتي نوريكم ان شاء الله ملي كانوا صغيرين، نحط لكم واحد الرابط حتى هو في صندوق الوصف، تفرجوا فيهم باش جبت لهم الوليدات، حيدتهم وخرجتهم ونقيت لهم اللهم بارك، الله يسر الامور. وان شاء الله فريخات راه في صحه جيده. انا نوريكم البزق ديالهم، شرف الله قدركم. ها انتوما الا كان فيه البيض والكحل وكارم، راه الطويرات راه صحاحين، ما مرادين ما حتى شي حاجه. تقريبا واحد الاسبوع ما نقيتش ليهم، ما ساليتش، وان شاء الله انا غادي نحيد لهم هذا الشيء، هذا نبدلو ليهم ونوريك لهم الامور اللهم بارك. اللي بغى يسولنا على شي حاجه مرحبا، اللي بغى نحط ليه شي فيديو يقول لي الطريقه ديال الفيديو اللي بغى ونصوبوا ليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اجي ماكس، اجي ماكس، اجي طلع طلع طلع، زيد اجي اجي ندخلك، دخل ما بغاش يدخل. تبارك الله ظريف، تبارك الله ممتاز، ما كيعض ما والو، لان الدريساج من الاول. وان شاء الله اللي بغى طريقه الدريساج ان شاء الله نوريه الطريقه ديال الدريساج، غيدخل الفيديوهات راه كاين شي بركه. واللي بغى شي حاجه بالتفصيل ندير ليه شي فيديو خاص بالدريساج. سير دخل يلا، سير ماكس، سير ماشي مشكل. اجي ماكس، اجي اجي اجي. جاكوب اللي ما كيخلينيش ندخلو، ها هو جاكوب ملي كنخرجو ما كيتفرقش عليا، ولكن راه ملي نبغي ندخلو راه كيولي عنيف ويولي عض، ما كيبغيش يدخل، ما كيبقى يلعب معايا، ما كيبغيش يدخل. اجي ماكس، ماكس ها هو شديتو، ندخلو بسهوله. سير اللهم يسير، تبارك الله راه طويرات ديال البادجي زوينين. هادشي علاش ما بغيتش نحيد البادجي، تبارك الله البادجي اجتماعي، طائر سبحان الله العظيم اللي ذكي، ذكي بزاف. عندي تا ها هو واحد الطائر صفر كامل، تبارك الله راه عندي بياسات زوينين اللهم بارك. ان شاء الله راني خديت واحد الدم واحد اخر باش ما نكوبليش الخوت، زدت واحد الخمسه ديال البياسات هنا باش ان شاء الله نخالف الدم، ما يكونش عندي الخوت نراهم الخوت اللهم بارك. اللهم وسمحوا لنا بزاف على الغياب الطويل اللي كنبقى نغيب عليكم بزاف، عاد كندير لكم فيديوهات. الاخوان بعد ما خرجت الطويرات ديالي هما كما لاحظتوا معنا راه ما كيتشمشوا، وشي وحدين غنعطيهم يدوشوا ان شاء الله.
هما التجويجه دي كتشمش نتوى ديال المارينوا هي اللي ملهيه، وهاد الذكر بلدي فرخت منه العام اللي فات الله يبارك، شي حاجه زوينه تبارك الله ما شاء الله. انا خرجتهم هنا دابا باش نقي ليهم، و ها انتما ما كيتشمشوا، الشميشه راه مهمه بزاف للطيور. بالنسبه للكوكتيل ها هما، بالنسبه للجوجه ديال البيروش حتى هي راه خرجتها كتشمش، وخا عندهم البيض ها هما يتشمشوا واحد شي شويه شي مشكل. اللهم بارك. بالنسبه للطيور الباجي ها هما الله يسخر، شي حاجه زوينه ممتازه اللهم بارك. حتى هما كيتشمشوا واحد شي شويه ماشي بزاف، تقريبا واحد 10 ديال الدقائق يتشمشوا ونحيدهم، ما نخليهمش بزاف، ربما تكون الشميشه حاره تضربهم ولا شي حاجه تقميت لك شي واحد ولا يموتوا كاملين. بالنسبه لي انا مراقبهم، ولكن شي واحد اللي غادي يحطهم ويخليهم يقول خليهم يتشمشوا راه غيخرج عليهم الشميشه. هاد الوقيته هادي صعيبه شويه. بالنسبه للتدواش مشاهدينا الكرام، نعطي هادو يدوشو، غادي نخوي ليهم الماء وخل ديال التفاح. بالنسبه لخل التفاح راه باقي عندي واحد شي شويه، ها هو هنايا غنخوي لهم واحد الغلاقه والماء. بسم الله على بركه الله، ها الماء ها خل التفاح. بركة هما دابا غيدوشو ان شاء الله كاملين. اللهم بارك. خل التفاح راه كينقيهم وكيطهرهم. ها انتم مشاهدينا الكرام، هما غيجيو دابا كاملين بداو يدوشو. راه واخا باقي في البداله ماشي مشكل يدوشو، بالعكس ملي كيدوشو راه ديك البلاصه ديال ديك الجلده كترطاب وكتخرج الريشه وكيتنقى الطير وكيولي زويون الله يبارك. بسم الله. شوت هذا مسكين باغي يدوش، مكرهش يتلاحى حد ما يدوش باش تحيد ليه هذيك ديك الوسيخه اللي عنده في الجناح. المهم خلي ما يدوشو واجي نوريكم انايا شنو درت بهذا في البيت في غرفه ديال الطيور. بسم الله. ها انتما مشاهدي الكرام راني بديت كنقي فيها هنا، ان شاء الله راه غادي نصبغ هادشي من بعد ماشي دابا، نصبغو من بعد وندير ليهم كروشيات وشوفيات باش نهزهم على الارض باش يبقى لي الارض نقيه، وقت ما بغيت نقيها ما لقاش مشكل. وبالنسبه للريش ديال البداله اللي وريتكم في الاول، ها هو انا رشيت عليه واحد شويه ديال الماء باش ما يطيرش. صافي نحيد هذا الشيء هذا. الواحد اللي مربي الطيور ضروري خصو يصبر لهذا الشيء. هذا بزاف القنوات ما كيوريوكمش هذا الشيء، ولكن ماشي عادي، هذا الشيء راه عادي كنعيشوه كل نهار. كل نهار خصنا ننقيو وخصنا نعطيو الطيور يدوشو ونخرجوهم يتشمشو، نبدلو لهم الماكله ديالهم، نبدلو لهم بلاصتهم، نقيو لهم النفايات ديالهم، وهذه هي الحلاوه ديال الولاعه. شوف شحال ديال الريش ديال البداله. المهم انا غنحيد هذا الشيء كامل ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونرد الطويرات ديالي هنايا، وتقريبا واحد 10 ايام ولا 15 يوم ان شاء الله غادي نحاول نصبغوا هذه البلاصه هذه ونعلقوا الطيورات ديالنا ونقادوهم ونلصقوا لهم الاعشاش ان شاء الله. فصل التزاوج راه قريب ان شاء الله الرحمن الرحيم، يكون خير ان شاء الله. فالاخوان بعد ما خرجتهم شمشتهم ونقيت لهم البلاصه
حطيت العلة فاز دابا باش نعطيهم الماكلة إن شاء الله، ودرتهم بهذه الطريقة هذه. قولوا لي الرأي ديالكم. أنا حطيت جوجة ديال الكالوبسات هنايا، مجموعة ديال الكامار هنايا، وفوق منهم هاد الجويجات كل واحد بوحدو، وفوق ما هذا حتى هو. وهنايا درت هاد الجويجة هذه هنا، وهاد الجويجة هذه هنا، وهاد الجويجة هذه هنا، جوجة ديال الكامار، وعاد الوليدات ديال المقلين هذاك ديال الكنار الاخرين حطيتهم هنايا، والمجموعه ديال البيروج حطيتهم هنايا. هادو غير حطيتهم مؤقتا بحال هكا، بين ما صوب ليهم ان شاء الله هاد البيت هذا كامل نقيته ان شاء الله الرحمن الرحيم، وصبغته وقديته، غيكون خاص بالطيور ان شاء الله. يلا متابعين الكرام، قولوا لي رايي ديالكم في الكومنتير. راني اليوم ما درتش معاهم واحد، خصصت لهم واحد الوقيته، نقيت لهم الشغل الحمد لله، اللهم يسر. يلا متابعينا الكرام، هذا هو نهايه الفيديو ديال اليوم، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.